عدس بجبة أو العدس البني زي ما بتسموه، هنعمله بالبيض مع بعض. يبقى أنا عندي عدس بجبة مسلوق، عصير طماطم، بصل وثوم، بيض طبعا العدد اللي انت عايزاه، شوية شطة، شوية كمون، شوية ملح وفلفل كده، بهارات بقى اللي انت ايه عايزة تزودي تقللي زي ما انت عايزة. اوكي، وهعمله بسمنة كمان، معلقة سمنة كبيرة طبعا، معلقة السمنة دي حسب ما انت بتحطي قد ايه الكمية اللي هتعمليها. بصلة كده كبيرة، معاها الملح، معاها ثوم مفروم حبة كويسين، يعني دي حوالي معلقة كبيرة من الثوم المفروم. ادي كده عصير طماطم بقى، واحط بقى شوية شطة، حتى الشطة مفيدة بس مش كترها، وكمون، واقلب اظبط الملح بتاعها بقى، ملح وفلفل. طبعا كل ما نعود اطفالنا ان هم ياخدوا ملح اقل ده اصح، سكر وملح يعني ديت هم من صغرهم كده. تمام، هنيجي بقى هنا نحط الايه العدس المسلوق، ممكن كده كفايه، ده حوالي ربع كيلو اهو، غالي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل كده ايه العدس اللي بجبه، اجي بقى احط البيض طبعا بالكميه اللي انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم، انا كده حطيت ايه ملح وفلفل وكمون وشويه شطه، وابدا ارش بقى ايه على البيضه كده عشان ما يبقاش صفر، بدخلها الفرن بس كده، بس كده.